اللي اضطهدوا أهل بلدهم في 4000 فيديو. الله ينور عليك. انت كده دخلت القناة. في حد عامل تعليقات باسم دارك يا جماعة، رجاء محبة اللي عامل تعليقات باسم دارك يقول لي، يكتب لي على الانستجرام، يكتب لي على الانستجرام هو مين. ورجاء انا قلت في خبر حلو لكل الاخوة اللي هيعملوا تعليقات على اليوتيوب، 100 تعليق، تعليق في كل فيديو، يعني تعليق في كل فيديو ل 100 فيديو بس، يعني عايز 100 تعليق، تعليق واحد في كل فيديو، مش التعليق في نفس الفيديو كلها التعليقات، لا. هيبقى خبر مفرح، فتصبح مليونير. امين. هنا في رسالة بولس الرسول الأولى لأهل تسالونيكي بيتكلم الذين اضطهدهم أهل بلدهم الذين لم يؤمنوا، فيقول حاضر، سلام ونعمة سامي، أهلا. فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الألام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضيين لله وأضاد لجميع الناس، يمنعون عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية، يعني غضب للنهاية صحيح. يبقى مصير اليهود اللي مش هيؤمن بالمسيح، مصير اللي مش هيؤمن بالمسيح إلى هلاك. شكرا. وعشان تؤمن بالمسيح، أؤمن بالمسيح، آمن بالمسيح، أعتمد، تعمد معمودية قانونية، في نفس الوقت عيش حياة مسيحية، ده كده يبقى أنت مسيحي، مبروك عليك. سلام ونعمة أخي سام. الو 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 عندك صوت مش مسموع؟ لا، حد سمع الصوت بتاعه؟ غير مسموع. حد عنده، حد سمع الصوت؟ انزل واطلع. حد عايز يشارك؟ الإخوة المسيحيين تحديدا، الإخوة اللي مش مسيحيين والمسيحيين، رجاء اللي عنده مشاركة يضع السؤال على اليوتيوب أو التعليق اللي هو هيتكلم فيه ويطلع معاه. بشرفنا، مرحب بالجميع. الو، الو، اتفضل، اهلا بيك. هو انا مسلم، شرف، اتفضل. انا كنت عايز بس افهم شوية حاجات عندكم. اتفضل. هو سيدنا عيسى فين؟ يعني هو حي ولا كمل ميت؟ اسئلتك. هو حي ولا ميت؟ لا انا يعني أول حاجة بالنسبة خلينا سؤال آه. سؤال يا دكتور. ماشي. أول حاجة بالنسبة لشخصية عيسى القرآنية، هي مختلفة تماما عن شخصية المسيح في المسيحية، ولكن يوجد بعض عارف، التشابهات. المسيح اللي موجود في المسيحية حاليا بالجسد موجود في السماء وبالجوهر اللاهوتي مالئ الكون بلاهوته. يعني سيدنا عيسى في السماء الرابعة زي ما عندنا في القرآن. المسيح موجود، ما عندناش عيسى. ماشي، يعني انت فاهم، انا مسلم.
فاحنا عندنا سيدنا عيسى، تمام سيدنا عيسى في السماء الرابعة. احنا عندنا بالظبط، سيدنا سماء عيسى السماوات. في السماء، تمام، في السبع سماوات، هو في السماء الرابعة. لا، احنا عندنا في المسيحية نعترف ان وجود 4 سماوات فقط، سماء الطيور، سماء الفلك، سماء الفردوس، السماء الأخيرة سماء الملكوت، مفيش 7. واحنا عندنا في الإسلام لما سيدنا عيسى اتولد، إبليس اتحجب عن 4 سماوات. ما انا بقول لك، انت جاي تسالني تعرف الفكر المسيحي ولا بتقول الفكر الاسلامي؟ لا يعني أنا عايز عايز الاجابه؟ أعرف الفكر اترك الاجابه. المسيحي. بالظبط، الفكر المسيحي، المسيح موجود في كل مكان بلاهوته، والناسوت موجود في سماء السماوات اللي هي الملكوت اللي هي رابع سماء. سلام ونعمة اخت سوس، اهلا، اتفضل. طب هو سيدنا عيسى ليه إله؟ يعني احنا عندنا ان ليه؟ سيدنا عيسى نبي ورسول، بما ان نزل عليه كتاب الإنجيل. أقول لك، مع... المسيح في القرآن حتى مش مجرد نبي بس. هتقول لي إزاي؟ هو الروح القدس. أقول لك، أيوه، اتقال روح الله وكلمة منه، لا والكلمة دي ما اتقالتش على أي حد في البشر. لا، هو اتينا موسى الكتاب واقتصنا من الانبياء، وعيسى ابن مريم هو روح القدس، روح القدس فقط. يعني هو ذكر عندنا في القران ان هو روح القدس، هو اتذكر عنه انه روح، اتذكر عنه انه وانه روح عبد الله الله. وكلمة منه ألقاها إلى مريم. في سورة مريم عندنا في القرآن بيقول إن السيدة مريم راحت إلى مكان نزل إليها رسول من السماء، تمام، فتمثل في سورة بني آدم، فتمثل بشرا سويا. تمثل بشرا سويا. الله ينور عليك. تمام، ما انا بقول لك، عندك برضو في القرآن المسيح روح الله وكلمة منه ألقاها لأمنا العذراء مريم، ولكن برضو في اختلاف ما بين شخصية مريم القرآنية ومريم اللي موجودة في الإنجيل. ولكن خلينا في صلب الموضوع، صلب الموضوع، المسيح في القرآن روح الله وكلمة منه، المسيح مولودا زكيا، المسيح لم ينخسه الشيطان، المسيح هيجي فعلا حاكما مقسطا. فعلا هينزل تاني ويحكم لو جمعنا، الأرض 40 سنة. كل ده، مين اللي أتى بدون زرع بشر؟ مين الذي أتى مولودا سيدنا زكيا؟ آدم. مين اللي لم يدخل؟ اصبر عليا بس، مين اللي بدون زرع بشر ومولودا زكيا ولم ينخسه الشيطان وهيجي يدين العالم؟ هو اللي مولود زكيا غير سيدنا عيسى، سيدنا زكريا. يا حبيبي، السؤال بيقول لماذا تجمعت هذه الصفات كلها في شخص المسيح؟ لأن سيدنا عيسى كان شخصية، يعني في القرآن شخصية جميلة برضو. يعني هو في ما القرآن انا بقول لك، مش عشان مجرد هو شخصية جميلة بس ان انت الله ظهر في الجسد. بس احنا مش هينفع ان احنا نقرا نص الكتاب ونسيب النص التاني. هو سيدنا عيسى قال عنه الكلام ده، بس اتقال برضو ان هو عبد الله آتاه الكتاب ايوه، وجعله نبيا. هتهالي وانا هقول لك برضه. بولس الرسول في الكتاب المقدس قال ان الله اتخذ صورة عبدا صائرا في شبه الناس واطاع حتى الموت، موت الصليب. حرفيا فعلا المسيح تجسد في شكل صورة العبد، ايوه، ولكنه الله ظهر في الجسد كما لو كان ملكا. لو وصفنا ملك جه لبس لبس واحد فقير، هل صفة الملكية هتنتزع منه لأن لبس لبس فقير؟ لا طبعا. بس هو ده اللي حصل، المسيح بالظبط عمل كده. بس الفرق إن المسيح ظل لابسا هذا الجسد وسيظل هذا الجسد أبديا. طب يعني دلوقتي سيدنا موسى لما هستأذنك، فاضل اتولد، سؤال تاني لأن في ناس عايزة تطلع، اتفضل. فاضل السؤال بس، معلش. سيدنا موسى لما اتولد ما كانش فيه مسيحية، هو جاء صح، تمام. لما سيدنا عيسى جاء بالمسيحية ما كانش فيه إسلام،
صح يعني لما سيدنا عيسى جه ما كانش فيه اسلام، لما سيدنا صح محمد جه يبقى هم انبياء. لا ما بص انا اقول عايز لك على الحق ولا حاجه، ابن عمه؟ عايز الحق ولا ابن القران عمه؟ يعني احنا عندنا في سوره البقره القران جاء مصدقا على كلام لما معه الانجيل، من وجاء التوراة والإنجيل. مصدقا عليهم، يعني الكلام اللي في الانجيل تمام القران بيصدق عليه، بيقول ان صح. الكلام ده صح تمام، والكلام اللي في التوراه نفس الكلام، والقران لما جاء ما قالش ان دول بيد بشر، قال ان دول جم من عند ربنا كلام زي مظبوط. القران. يعني هو حلو. القران ما قالش ان الانجيل او التوراه دول كانوا بيد بشر، لا دول جم من عند ربنا تمام. تمام. تفسر بايه ان واحد يكتب كل يعني ينزل عليه الكلام ده كله وهو ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب؟ اكيد هو مرسل برضو من عند ربنا. لا مش شرط، ما هو ازاي، ما هو يعني مش ازاي شرط. الكلام هقول ده لك بص، كله جه؟ عشان اسهل عليك، بس اسهل عليك عشان تبقى فاهم وجهة نظر المسيحية تجاه الاسلام. القرآن كان المجموعة الموجودة حوالين رسول الاسلام مجموعة تؤمن بالمسيحية ولكن عندها بعض الافكار المغلوطة عن المسيحية، لذلك هتلاقي معظم القرآن بيؤيد المسيحيين واليهود، ولكن يؤيد فئة في المسيحيين تدعى النصارى، ايوه دي صح. لأن دول كانوا جزء من المسيحيين ولكن لهم أفكار مغلوطة شوية عن المسيحيين. عشان كده تلاقي نفسك شوية إيه ده، المسيح هو روح الله وكلمة منه، وشوية عبد الله ورسوله، وشوية هو مولود زكيا ولم ينخسه الشيطان. طب الحكاية إيه؟ الحكاية إن من الآخر مفهوم المسيحية عن الإسلام إن هي كانت امتداد للمسيحية، والكلام ده مش أنا اللي بقوله، تقدر تراجع كتب الصوفيين يعني بالذات والمفكرين المسلمين لغاية القرن التاسع. هكمل يعني لك انت إجابتك بس أستأذنك أخد سؤال تاني من ناس تانية، وممكن ترجع تاني في نفس البث. خلاص ماشي أوكي؟ ماشي تمام. أهلا بك. ناخد الجست التاني. آدم الأول بدون زرع بشر طبعا، جاي من الطين. السلام بيسلم. عليكم. سلام، مرحبا، سوري، مرحبا بك، أهلا بك، كيفك؟ نشكر الله. كيف أنت اليوم كيف بك؟ الأخبار؟ الحمد لله. من نيحان الكنيسة الإريترية ولا الأثيوبية؟ إثيوبيا، أرثوذكسية أثيوبية؟ إثيوبيا، إثيوبيا إيه أثيوبيا، أرثوذكس. يس. أنا بدي أسأل، أهلا بيك. يعني كل يوم الحمد لله، كيفكم؟ نشكر ربنا تمام الحال. كل يوم بشوفك كتير تقدموا هذا تبع الكنيسة، شو اسمه هذا؟ بدي أسأل المسلمين، أنا كل يوم ترى بتابع يعني هذا المسلم المسيحيين بيحكون كل يوم، بيقولوا إن هذا عيسى 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 كل يوم، هذا مش عيسى المسيحي، عيسى هذا للمسلمين، ما يعني إلا هذا مسيح بس اسمه، كيف بدي يعطيه الروح؟ هلا بيقول بالقرآن، أنا شفته بالإثيوبيا، بيقول عطى الروح هذا، عطى عمل بالطين وعطى الروح، كيف يعني هو نبي بيعطي الروح؟ روح بس بيعطي إلهنا، بس هو المسيح. بالظبط، الله خالق، فإن هو يخلق من إيه الطين طير، بمعنى كده إن هو الخالق، هو الله. إيه يعني هذا الله، بس هو ما عارفين يعني بيفهمون بالغلط، بيقولوا أعطونا ربنا هذا معجزة، هذا ما راح تكون معجزة، معجزة بيعطي يمكن واحد هو مرضى يمكن بيشفيه، بس ما بيعطي هذا الروح هيك. بالظبط، ما يدوش ان هو يخلق، يعني حتى في مجال العلوم لما جم في علم الاجنة يحاولوا يعملوا الكلام ده ما عرفوش. يعني هما ممكن يعرفوا ان هو يعمل فيرتلايزيشن، اخصاب لبويضة مع حيوان منوي يعملوا في الانابيب، لكن ان هما يخترعوا روح، يحطوا روح، محدش يعرف يعملها غير الله، محدش يعرف يدي روح.
تفضل. ايه بيقولون بعد اهل الكتاب هو المسيح، انجيل والتوراة. صح. زين بلوين يجيبون هذا الانجيل التوراة؟ ما هو هذا اللي انتم اللي عندكم محققي، اللي هو محققي بيجيبوا لنا بالكتاب، نحن بيقول بالكتاب، ما بيقول، بيقولهم اهل الكتاب. صح، يعني لو هو التوراة والإنجيل مش حقيقيين، طب انتوا كان بيقولوا الإيمان كده قرآن. هيبقى منتقص. اه يعني في صورة من الصور بتقول إن هم يؤمنوا بما أنزل إليهم بما أنزل من قبلهم، فلو ما أنزلش يعني مش عارفين ما أنزل من قبلهم هيكملوا إيمانهم في الإسلام إزاي؟ فلازم يأمنوا ويأكدوا إن التوراة والإنجيل اللي موجودين معانا هم سلام، ويقروهم عشان يكملوا الإيمان بإيمانهم. سلام ونعمة أخت مريم. شكرا. فلازم يكون ترى ما عندهم بعرف النقطة دي. احكي عربي كتير، سوري اوكي، يعني شوي بس بفهم، بسمع بس ما لا بحكي بس كتير. عربي كويس. شكرا بما لك. انك طلعت عندي على الجست طالب، اكيد حافظه ابانا الذي بالتجرينيا. ايه طبعا، حتى يعني بسمع ترى كتير، انا اكتشف بسمع العربي، عرفت؟ انا عايز اسمع يعني ما بقى عندي مشكلة. تجرينيا، عايز اوكي لو ترنيمه تجرينيا، بس الاول ابانا الذي بتجرينيا، لو اوكي باللحن او بقول لك يعني بالعربي. كيف بدي اقول لك هلا، يعني كيف اقول مثل ما انتم تقولون بعربي قبل ما تبلشون الصلاة. بالظبط. بحكيك من شيء اسمه احسن، لان هلا عندي شغل. اوكي، لان كان بدي احكي هذا بس دخلت، بعدين بحكيكم جوا. لا لا، أنا عايز أسمح من يا ريت يعني. اوكي، لا قدرت. بآب وولد ونفس قدوس، هذا أملك، امين. قول معي، اب وولد ونفس قدوس، هذا أملك، امين. آمين. بس أنا عايز أبانا الذي كملي. ما بقدر كيف تفهم علي، يعني ما كيف بدي افهمك. يعني أنت حافظة بالتجرينيا بسم الله والابن والروح القدس ايه الآن واحد آمين بس؟ تمام. لا، عندي عندي شو اسمه، حفظ غير فمان، بس كيف بدي افهمك يعني. عايز أسمعها. I want to hear Lord's لا prayer in فهمت عليك، Tigrinya. ها، انت تعرف تقرا يعني لغة تقرينيا. عايز اسمعها. مش شرط اكون فاهمها، بس يعني ممكن افهمها اه بعد كده. تكون طويلة عليك شوي، عادي. عادي، مش مشكلة. اوكي، عباتا تشن هوي بسمايتي متنور سما هي قدس مجستهدم دا فقاده بسماين دونج انت مدرتون يلت جاسستن زاري بداتي كربل انيا ودنك ندن بس. خلصت؟ صغيرة أوي ولا أنت ما قلتهاش كلها؟ لا بعرفها، بس لأن أنا كنت حلو بشغل سنة. حلو، ربنا يباركك أختنا. هو مرة ثانية الشكر تمام، لك. تعيش بكل المقاييس. هو الكتاب المقدس بيأكد، الأديان التانية بتأكد إن المسيح هو الله. الدنيا واضحة وصريحة، وبس اللي يقرأ ويدوروا منهم أنا يعرفوا الحقيقة كلها. بحكي رفقاتي، عندي مسلمين، عندي رفقات مسلمين كلهم بحكي لهم.